بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت احنا وقفنا عند السلايد ديت وقلنا بكل بساطة ان يا جماعة البوينتر ما هو الا فاريبل وليه ادرس. تمام، طب احنا ليه ما بقاش فيه بوينتر تاني او بوينتر بوينت للبوينتر ده، فبالتالي بقى اسمها ايه؟ بوينتر تو بوينتر. تمام، وهو ده الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو التشين اوف بوينتر. طيب بكل بساطة كده بص كده المثال اللي قدامكم دوت. عندي هنا في المين فريم دي اسندنج ستاك ليتل انديان ماشين، عندي في البدايه النمره هي قدامك الستاك عشان استور فيها اللوكال فاريبل. بالنسبه للمين فريم عندك كلها جاربج زي ما انتوا شايفين، والستاك بدأ من هنا دي اسندنج ستاك، ده اسمه ده دوت الهاير ادرس، وهكذا نكمل لحد هنا ولحد هنا. تمام، كلام قديم جدا. اول حاجه عندك هنا الانسايند شورت انت ده فاريبل اكس نوع ايه؟ unsigned short int. تمام، القيمه بتاعته ب 10254، هنعمل له allocation في الستاك مفيش اي مشكله، 2 بايت تحجز لايه؟ للفاريبل اكس. طيب بعد كده عندك ال ptr اكس هو عباره عن pointer ل unsigned short int، عارفين ان البوينتر بيتعمل له allocation بكام بايت؟ ب 4 بايت. تمام، وانا عملت هنا ايه؟ assign لي ال address of x زي ما انتوا ايه شايفين كده. تمام، يبقى الادرس اوف اكس الليست سيجنيفيكانت بايت ادرس هيستور فين؟ في البي تي ار اكس. اوكي، انا دلوقتي محتاج ايه؟ اعمل بوينتر تو بوينتر. تمام، بكل بساطه بقى اللي هيحصل البي تي ار بي تي ار اكس هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر. ستوب، اوقف على كده، بوينتر. تمام، البي تي ار بي تي ار اكس هو عباره عن بوينتر، اول استريك دي. اوكي، ليه بقى؟ بص كده بيت اوف اكس، بيت اوف بيت اوف اكس بوينتر تو بوينتر. تمام، تو unsigned short int. تمام، تاني البيت اوف اكس هو عباره عن بوينتر لايه يا جماعه؟ للunsigned short int، وعملنا ليه assign لايه؟ للادرس اوف اكس. هنا نفس النظام، يبقى البيت اوف بيت اوف اكس هو بوينتر لايه؟ لبوينتر لunsigned short int. تمام، اللي هي اللي فوق دي. يبقى انا المفروض هنا يا جماعه assign للبيت اوف بيت اوف اكس ده يا جماعه ايه؟ الادرس الايه؟ بتاع البوينتر للبيت اوف اكس. تمام كده؟ زي كده بالظبط. يبقى كده يا جماعه ايه؟ البيت اوف بيت اوف اكس يقدر ان هو يعمل ايه؟ دي ريفرنسنج لايه؟ للبيت اوف اكس، وهكذا. يعني انا دلوقتي لو قلت استريك البيت اوف بيت اوف اكس ده معناه ان انا ايه؟ هجيب القيمه دي. تمام؟ طب انا لو عملت استريك تاني للقيمه دي يبقى انا هعمل دي ريفرنسنج لايه؟ للاكس. تمام؟ يبقى البيت اوف بيت اوف اكس دي ريفرنسنج هيجيب لي القيمه دي. طب دي ريفرنسنج القيمه دي هيجيب لي قيمه الايه؟ الاكس اللي هي الداتا دي. تمام، نفس النظام هنعيد الكلام تاني. لو انت عايز تعمل بوينتر يستور الادرس بتاع البيت بيت اوف بيت اوف اكس اللي هو كان بوينتر لبوينتر. تمام، يبقى تعمل ايه؟ البيت اوف بيت اوف بيت اوف اكس يعني بوينتر تو بوينتر تو بوينتر تو اكس. تمام، والمسميات طبعا مهمه جدا وهتساعدك كتير. عباره عن ايه؟ عن بوينتر. خلاص اهو بوينتر. تمام، دي الاول استريك لايه بقى يا جماعه؟ للبوينتر للبوينتر تو unsigned short int اللي هو ده. تمام، يبقى انا هعمل هنا ايه؟ assign للبيت اوف بيت اوف بيت اوف اكس دوت الفاريبل دوت الادرس لايه؟ البيت اوف بيت اوف اكس. اوكي، وهكذا بقى وانت مكمل تقدر بقى ايه؟ تعمل chain of pointer. تمام كده، نفس النظام هنا البيت اوف بيت اوف بيت اوف بيت اوف اكس طبعا ايه؟ بوينتر تو بوينتر تو بوينتر تو بوينتر تو unsigned short int. تمام، زي كده. تمام، يبقى انا دلوقتي ممكن ان انا اوصل، بص بقى ركز هنا، انا دلوقتي لو عايز اوصل للقيمه دي ممكن اوصل لها بكام طريقه دلوقتي؟ اقول والله الاكس هبنت الاكس. تمام، مفيش مشكله. طب عايز اوصلها بطريقه ثانيه، اقول ايه؟ دي ريفرنسنج البيت اوف اكس، استريك القيمه ديت هتجيب لك ايه؟ دي، صح؟ طب استريك القيمه دي هتجيب لك دي، يبقى انا عايز كام دي ريفرنسنج؟ تو اسمها دي ريفرنسنج. تمام، يبقى استريك استريك القيمه ديت اهو استريك استريك. تمام، خلاص كده، يبقى انا عايز كام؟ تو دي ريفرنسنج. طب هنا محتاج قد ايه بالنسبه لدوت اللي هو بوينتر تو بوينتر تو بوينتر تو اكس؟ محتاج ايه؟ 3 دي ريفرنسنج. يبقى استريك هيجيب لي هنا، استريك هيجيبك هنا، استريك هيجيبك هنا، 3 استريك. تمام، ونفس النظام هنا، يبقى استريك هجيبك هنا، استريك استريك استريك، 4 استريك. تمام كده يا جماعه. طيب
نفس النظام، وانت بقى وانت مكمل بقى كده اهوت. عملت هنا ايه؟ point of to 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 ايه؟ to unsigned shift end. تمام كده؟ طيب هنا بقى السؤال، تعالى كده نشوف الاوتبوت الستيتمنت اللي قدامنا ديت. عندك هنا اول حاجه برنت اف الديسيمال اكس، الاكس يا جماعه هو عباره عن ايه؟ عن unsigned shift end، فهيجيب لك الاثنين بايت دولت، هيطلع لك كام؟ 10254، مفيش اي مشكله. طيب هنا لو قلت ان برنت اف السبيسيفاي دي او الديسيمال للاستريك او دي ريفرنس البيتا اوف اكس، طيب هنيجي نشوف هنا هو البيتا اوف اكس هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر للانسايند شورت اند. تمام؟ يعني في الدي ريفرنسنج هيعمل اكسس لكام بايت؟ ل2 بايت، فهيجيب لك ايه؟ ال2 بايت دولت. تمام كده يا جماعه؟ ممتاز جدا. طبعا انا كان ممكن اقول لك عادي البيتا اوف اكس هو بوينتر للانسايند شورت اند، فهيجيب لك ايه؟ ال 10254. لا بس المهم جدا ان احنا نرسم عشان تعرف ان هو بيأكسس 2 بايت مش 1 بايت ولا 4 بايت، وتكون العمليه غامضه بالنسبه لك. طيب السؤال دوت برنت اف السبيسيفاي بوينتر للبيت اوف بيت اوف اكس، البيت اوف اكس هو فاريبل صح كده ولا ايه؟ في قيمه صح؟ انت عمل له هنا اساين لايه؟ الادرس بتاع البيت اوف اكس اللي هو ده الادرس ده اهو. تمام؟ اللي هو اول ادرس. خلاص كده يا رجاله؟ طيب يبقى اول ما تيجي تعمل اسمها برنت هيطبع لك القيمه اللي فيه. تعال نشوف بقى السؤال التاني بيقول لك ايه؟ برنت اف سبيسيفاي بوينتر للاستريك بي تي ار بي تي ار اكس. تمام؟ يعني دي ريفرنسنج البي تي ار بي تي ار اكس، البي تي ار بي تي ار اكس يا جماعه اهو اكسس. خلي بالك بقى احنا هنا لما قلنا استريك البي تي ار اكس قلنا ان البي تي ار اكس ده هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر لانسايند شورت اند، يعني هي اكسس كام بايت؟ 2 بايت. هنا بقى بص بقى البي تي ار بيتا اكس هو ايه يا جماعه؟ بوينتر لايه؟ لبوينتر اهو. بص هنا بيتا اكس هو بوينتر لبوينتر، ما تكملش. تمام؟ هو بوينتر ليه يا جماعه؟ لبوينتر. طب البوينتر حجمه قد ايه؟ 4 بايت. مظبوط؟ مظبوط. يبقى هو هيجيب لك الداتا اللي جوه كام بايت؟ 4 بايت. خلاص يعني الستيب سايز بتاعت البوينتر هنا كام يا جماعه؟ 4 بايت. ما هو فاريبل. تمام؟ مفيش اي فرق ما بينه وما بين الفاريبلز التانية. طيب يبقى بي تي ار بي تي ار اكس دوت استريك هيجيب لك ايه؟ القيمه كام؟ 28 اف اف 3 اي. مظبوط. هنا استريك استريك بي تي ار بي تي ار اكس. تمام؟ هنا استريك هيجيب لك ايه؟ القيمه دي. تمام؟ استريك القيمه دي اللي هو اصلا قيمه البيتا اوف اكس هيجيب لك ايه؟ الفاليو دي. تمام كده يا جماعه؟ فهمتوا؟ يعني البوينتر تو بوينتر تو انسايند كاركتر محتاج كام دي ريفرنسنج عشان يوصل للفاليو؟ 2. خلاص كده يا جماعه؟ جميل جدا. يبقى هنا الستيتمنت ديت اللي هي البيتا استريك استريك البيتا او بيتا او اكس الاوتبوت بتاعها هيبقى كام يا جماعه؟ 10254. مفيش اي مشكله. نفس النظام بقى هنا. تمام؟ هنعيدها اخر مره اهوت. قيمه البيت او بيت او بيت او اكس يعني بوينتر تو بوينتر تو بوينتر تو انسايند شورت اند. قيمه البوينتر ذات نفسه عادي جدا هتبقى بكام؟ ب 28 اف اف 3 6 زي ما انتم شايفين كده اهوت. استريك البيت او بيت او بيت او اكس هيجيب لك القيمه اللي هو ايه؟ اللي هو بوينت 2. تمام؟ اللي هي ديت اهوت. بعد كده استريك 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 بص اول حاجه الاستريك البيت او بيت او اكس هيجيبني هنا. تمام؟ الفاليو دي. طب استريك القيمه ديت اهي اللي هي 28 اف اف 3 اي اهو. طيب استريك 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 البيت او اكس امشيها واحده واحده اقصد البيت او بيت او بيت او اكس يبقى استريك البيت او بيت او بيت او اكس هيجيبك هنا اهو. استريك كمان هتعمل ديفينسنج او اكسسنج للداتا. استريك الادرس دوت هيوديك فين؟ للفاليو ديت وهتعمل ريتريف او ايه؟ ريتيرن للداتا ديت. تمام؟ نفس النظام بقى بالنسبه للاستريك استريك 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 البي تي ار بي تي ار بي تي ار بي تي ار اكس اللي انتم شايفين كده اهوت اللي هو دوت او اللي هو دوت اهوت. يبقى استريك اول مره هيوديني فين؟ هنا. تاني مره
هنا، تالت موظف هنا، رابع موظفين عند الداتا، تمام؟ وهكذا. بالنسبة بقى للبوينتر الكبير ده اللي هو 5 ديفي فينسنج اللي هو دوت استريك كده واحد، تمام؟ ادي كده استريك تاني 2 3 4 5 هيوديك فين هنا برضه عند الداتا، تمام؟ طبعا انت ممكن تكون شايفها حاجة مملة جدا، لا بس انا عايز ابني عندك برضه الفكرة بتاعت التشين بوينترز، لان احنا بعد كده هنواجه التشين بوينترز في امثلة متقدمة، وكان من الضروري طبعا ان انا اقول لك حاجه زي دي، ودي حاجه مهمه جدا. المره الجايه بقى يا جماعه ان شاء الله هنخش على موضوع جديد، وهيبقى عباره عن قصه ظريفه كده نفهم بيها معنى الوايلد والنال والفويد بوينترز. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.